السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم سهام. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بادئا ببدء، كنطلب منكم تفعلوا الجرس وتضغطوا على إعجاب. اليوم غنقدم لكم وصفة البيتزا بالتكتوكة. ممكن يعني أول مرة تسمعوها، ولكن بيتزا بالتكتوكة كتجي زوينة، يعني حاجة جديدة نجربوها. لماذا بيتزا ديالنا غنحتاجو لها؟ زلافة ديال الدقيق، زلافة ديال الدقيق فورص، نص زلافة ديال الدقيق حرش أو قمح، كاس صغير ديال الحليب دافي، راس معلقة ديال الخل، يعني قطرات ديال الخل، أربعة المعالق أو لا نديرو جوج معالق ديال زيت الزيتون، شوية ديال الخميرة معجونة، ملح، الزعيطرة أو الأوريغانو اللي كنديرو في البيتزا، كنديرو طيبو به. بالنسبة للتكتوكة ديالنا اش غنحتاجو ليها؟ غنحتاجو ليها جوج ديال الطماطم، ثومة، شوية المعدنوس، الفلفلة، دنجال. بالنسبة للطماطم ممكن ديري الطماطم يعني فريش. بسم الله، غنبداو بالدقيق فورص. طبيعة الحال كيكون هاد الشيء مغربل، باش كتجينا العجينة كتجي يعني فيها يعني كتجي مهوية. قمح، غنديرو بعدا الأشياء الجافة، الملحة على حسب الذوق، الزعيطرة هكا بدي باش تطلق ديك المذاق ديالها. اللي كتعجبو الزعيطرة الطرا، اللي ما كتعجبوش الزعيطرة ممكن انه يدير البزار، شويه البزار كيف قلنا، علقه صغيره ديال خميرة. دابا غندوزو للسوائل. بسم الله، ندير قطرات ديال الخل، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ديرو كاس صغير ديال الحليب، صافي. وغنبدا نعجن بيديا. بسم الله، بطبيعة الحال بيديا. وغنبدا نخوي الماء بشويه تتجمع العجينه ديالي، وغنتلاقاو باش نوريكم المزيج ديالي النهائي. كما كتشوفوا هي العجينه ديالي، هي موجوده تقريبا بحال العجينه ديال الشفنج، بحال العجينه ديال الشفنج. دابا غنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها تخمر. ممكن سيداتي ممكن تعجنها في الصباح وتستعمليها بالليل، او ممكن تعجنها بالليل وتستعمليها في الصباح. ممكن تخليها تحتفظي بها في الثلاجه ما عندها ما يجرى ليها، لان العجينه قد ما خمرات قد ما احسن. دابا غنخلو الخميره ديالنا تخمر، العجينه ديالنا تخمر عفوا، ونصوبوا التكتوكه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هاني قطعت الدنجال، قطعت الفلفله، حكيت الثومه، ضفت الملحه، الخرقوم، شويه الخرقوم برك، خرقوم بلدي، سكينجبير، شويه الفلفل الاحمر،
بالنسبه للطماطم، انا الطماطم عندي جاهزه في حك، جاهزه مقطعه جاهزه. الا بغيت الا بغيتي ديري الطماطم حيه ممكن ديريها، يعني ماشي مشكلة، على حسب. صافي، وغنزيد شويه تاع الماء، غير شويه، وغنخلي كل شيء يطيب، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا التكتوكه ديالنا ونضيفوا ليها شويه تاع المعدنوس. هي التكتوكه ديالنا موجوده، غنزيدوا عليها المعدنوس. نسيت نقول لكم انه اللي كيعجبو الحرور ممكن انه يدير الفلفله حاره او يدير الهريسه، حتى هي كتجي رائعه، ما نقولش لكم. المذاق والمفعول ديال هذاك المعدنوس. صافي، دابا غنخليو التكتوكه ديالنا تبرد، وغنحكو الفرماج ديالنا. انا كنكتب هاد الفرماج، هاد المكور هكا، كاين 100 غرام، كاين 900 غرام. زوين، كيعجبني، كيجي زوين في البيتزا، انا كنفضلو على الموتزاريلا صراحه. كما قلت لكم غنخلو التكتوكه ديالنا تبرد، وغن من بعد نوجدو العجينه البيتزا ديالنا. ها هي العجينه ديالنا خمرات، ها هي كملات خمرات. شي ها هي جدا. غنشد، غندير نرش كيك حرش او خف، نرش شويه باش ندير باصوص العجينه. هي العجينه ديالنا هي وجدات. دابا غندوز للسميد، غنشد الدقيق ديال القمح والفينو، وغنرش به السميدو. من بعد ما درت هذا الورق ديال الفران، وغندير العجينه ونسرحها. غنشد شويه ديال الزيت، زيت الزيتون بطبيعة الحال، وغنسرح العجينه ديالي باش ما تشدش ليا في يديا. منها ما كتشدش ليا في يديا، ومنها كيجي داك المذاق ديال زيت الزيتون منسم هاد البيتزا ديالي. صافي، غنسرحها ونطلقها باش نحط، باش ندير التكتوكه ديالي. من بعد ما سرحت العجينه ديالي، دابا غنحط التكتوكه ديالي، غنسرحها على العجينه كامله، غنسرحها. صافي، ها هي التكتوكه ديالي سرحتها، غندخلها للفران. وهنا حكيت الفرماج، هذا الفرماج اللي قلت لكم عليه، انا كنفضلو على الموتزاريلا، لانه الموتزاريلا خصوصا اللي كانت يعني فخي كتدير كتطلق الماء. اللهم من الاحسن يا اما الموتزاريلا ديال البيتزا يا اما هذا الفرماج، كيجي رائع. انا ما كنديرو حتى كنخرج حتى كنخرج البيتزا ديالي من الفران، حتى كطيب البيتزا ديالي عاد كندير الفرماج باش ما يقساحش ليا. صافي، و ديالي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما دخلت روعه روعه البيتزا، هائله هائله. خواتي، البيتزا ديالي ها هي موجوده، روعه يعني، رائعه وفي المذاق ما نقولش لكم. قبل ما نكمل الفيديو ديالي، ممكن هاد التكتوكه اللي درت ممكن تزيدوا عليها الحار، كيف ما عرف يعني اللي بغى يزيد الحار، اللي مولوع بالحار ممكن يزيد الهريسه، او ممكن تقطعي شويه ديال الفلفله حاره في يعني ملي تبغي تطيبي التكتوكه. الوصفه ديالي كملتها هي هذه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، واكيد ما غتندموش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.